السلام عليكم، انا رقية مزراوي، انا 21، انا كنلعب كره في غانت، انا ديفانسور اغوش او ادروات، وكنلعب في المنتخب المغربي. انا بديت كنلعب كره في الزنقه، وبابا جالي كان شوف انا عندي شي حاجه سبيشال، عندي تالنت، وهو مشيت معنا في واحد كلوب في هولندا في اينتهوفن سميتو وونسوس بويس، وكنت لعبت تما كاين 6 ans. في هذيك الفرقه غير كنت لعبوا دراري وانا بوحدي البنت، وبابا جالي كنت كوتش جالي. ومن بعد كان لي جروب بغيت نصاوبوا ليكيب ديال البنات، وانا كنت 13 ans وكان عندي انفيتاسيون، ولكن هما قالت انتيا غادي تبدي الكلوب بتا هاير ليفل، وانا كنت 13 ans وبدلت الكلوب ديالي، وكان لعب في حتى في اينتهوفن، ولكن سميت ليكيب سميت اونيتاس، وحتى تما انا بنت بوحدي ولعب مع الدراري. لعبت عام في بي اس في اينتهوفن، وبدلت بي اس في اينتهوفن من غانت، ومشيت غانت في بلجيكا، ودابا كنلعب 3 سيزون ديالي. فمشيت غان بلجيكا نخصني الوقت باش نولف وندخل الاتموسفير، ودابا احسن عندي لا بلاص بوحدي، عندي كلشي بوحدي، غادي ندير خروج و اكسبيرينس برا السيتي اوذر كونتريز. دريم ديالي انا بغيت نلعب في فرنسا ليكيب كبير بي اس جي اولمبيك ليون. انا دائما بغيت نلعب توتشلر في ليكيب ناشونال، ومشيو مع منتخب لكاس العالم، و اي وان وين لكاس العالم ونربح الكوب دافريك ان شاء الله. انا بغيت نمشي نلعب في فرنسا، تعجبني البلاد والكومبيتيشن ديالهم، عندهم هاي ليفل، وكتعجبني سقينا قصراوي، يا نيفو ديالها مزيان، اللعبه بيرفكت، هي كتلعب في بي اس جي، كنت منها تلعب في الليفل ديالها. اول مره كان عندي انفيتاسيون ديال المنتخب في 2020، ومشيت المغرب، وعندي واحد ستاج ديال الانترينمون مع اوفان، و وين اي واز ذير كانت عجبني كل شيء، اتموسفير بحال وان فاميلي. عيد البابا وماما جالي وقالت لهم انا بغيت نبقى في المغرب، وعجبني اتموسفير هنا وفاسيليتي ديالهم تري بروفيشنيل، لي ستاف تري بروفيشنيل، كل شيء مزيان بزاف. انا كنت لعب في ليكيب ناشونال ديال هولندا، ولكن مشيت هذاك ستاج ديال اوفان، وكل شيء عجبني تما، كاين احسن من ليكيب ناشونال ديال هولندا، وانا قلت بابا وماما جالي انا بغيت نلعب في المغرب. والديا وير بورن ذير، ذاتس واي اي وان تو بلاي ذير. When I play for Morocco national team, I feel very proud. I make my parents proud, but also my grandparents. They are very proud that I play for Morocco, for their country. Le premier match jali fi Maghreb kan ajbni kulshi, atmosphere w nas bra, kan tma kan ma ksmit el flag jal Maghreb, كان هادشي مزيان، حزن من هادشي من هولندا، هادشي ما عندناش. When the coach was making the selection of the Coupe d'Afrique, أنا كنت لعب مع أوفان qualification Coupe du Monde،
ولكن دابا انا غادي ترينو بزاف وغادي ندير كل شيء وان شاء الله كوش غادي عيد ليا ان شاء الله كنت تيتولور في كومبيتيشن جايين. اتموسفير في ليكيب ناسيونال اتس فيري جود اتس فيري بحال وان فاميلي. كنت جي بروميير ستاج ديالي كنت جي في المغرب ما هضرش عربيه والو وهما كيتعاونيني وعلميني عربيه ودابا انا كاين هضر شويه عربيه وكاين فهم بزاف. ديما الناس كنسولني واش نصايا مزراوي خوك ولكن حنا ماشي فاميل. انا غير نعرفهم كتلعبوا كره في اجاكس ودابا هو كان لعب في بايرن ميونخ. I don't know him in person but he's a good player and غيكني يا جنة بحال بحال. دابا انا كنت قراي بسيكولوجي وانا عندي دو جوغ كنت مشو ليكول مدرسة وعندي ستاج تخوا جوغ ولكن انا ما غاديش تمشي ديما ليكول. انا غادي ندير بزاف في الدار هكذا فايند بالانس بين لي فوت و سكول. انا وسامية حساني انا كنعرفها في ليكيب ناسيونال و انا قلتها اجي تلعب في بلجيكا غاند في كلوب جالي ساكنه بجوز دار واحده ودابا هي بدلت الكلوب ديالها. هي دابا كاين لعب في هولندا و I miss her very much and I wish her good luck in هولندا and inshallah we're gonna play together in the national team of Morocco. انا كنت فرج يوتيوب وكن نشوف جوجل غسبت وكان تايب باستا و شي حاجه مع بطاطا. I think football is for everyone, البنات والولاد كل شيء. It's not that we need to go to the kitchen and هذا خويا قيس هو كان لعب في فرقه في اينتهوفن كان لعب في ميليو في تيران وكان لعب مزيان بزاف وإن شاء الله he's gonna be a big player one day and وفيش عايز كبر فينا تلعب مع هولندا ومع المنتخب المغربي مغربي. شكون عزيز عليك شكون البلاير اللي كيعجبك بزاف في المنتخب المغربي؟ حكيم زياش.